بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم على البيم والسبلاي تشين. ايه هو البيم؟ هو بيلدينج انفورميشن موديلنج، يعني انا عايز اعمل موديل للمبنى وابدا اشوف كل المشاكل اللي فيه على الجهاز بحيث ما اتكلفش حاجة. يعني تخيل ان انا هعمل كاميرا وبعد كده تكييف، فاثناء الشغل اكتشفت ان في تعارض، واكتشفت ان التكييف اللي انا عملته دوت متعارض مع الكاميرا، وحصلت فعلا في احدى البلاد بدون ذكر اسامي، ان هو بعد ما عمل الكاميرات والاعمده وعمل كل شغل الانشائي جه يركب التكييف لقى ان في كاميرات، فاضطر يكسر الكاميرات كانها لم تكن، بل اصبحت اسوأ، اصبحت حمل على الحاجات اللي حواليها بسبب ان هو ما كانش متوقع او ما كانش عامل كوردينيشن كويس. فان انت تعمل كوردينيشن على الاوتوكاد صعب جدا. انا اشتغلت سنين في الموضوع دوت، فكان حاجات خرافية وصعبة جدا. انما لما بتشتغل على برامج البيم تمام، بتلاقي الموضوع اسهل بكتير. البيم ليه برامج كتيرة جدا حسب الهدف بتاعك وحسب الشركة اللي انت بتستريح لها. ايه هو السبلاي تشين؟ السبلاي تشين هو خطوط الامداد. يعني انا دلوقتي شغال في الموقع، ف الحاجه ممكن تجي لي وانا مش محتاجها دلوقتي، فبضطر ان انا اخزنها بسبب نقص المعلومات. يعني ايه؟ في الاوتوكاد مفيش حاجه تقول لي الحاجه دي هستخدمها امتى تمام. انما هنا في البيم ببقى ارتب الجدول الزمني، بعرف ان الحاجه دي المفروض هتيجي بكره، هتيجي بعده، ومفروض ان احنا نستنى شويه. فممكن اطلب الحاجه واقول له لا، هتلف شهر 6، هتلف شهر 7، ابقى عارف بالظبط انا امتى هحتاج الجزئيه ديت، ومفيش مشاكل بتحصل غير متوقعه. لا، انا على النموذج بلاقي مشاكل كتير جدا واحلها على الموديل، على النموذج بتاعي تمام. دي محاضره كنت القيتها في بريطانيا عبر السكايب. كان في دكتور في جامعة بريطانيا قال لي عايزك تتكلم عن البيم اند سبلاي تشين في الميدل ايست، فده مجرد يعني تعريب ليها، وشلت حاجات ملهاش لازمة كانت خاصة بالمحاضرة تمام. هنشوف مع بعض، الموضوع بسيط جدا تمام، عشان بس محدش يستغرب ليه احنا خدنا جزء صغير اللي هو السبلاي تشين تمام. وان شاء الله برضو قريب في محاضرات خاصة بالبيم على المدونة. ده تعريف عمر سليم بمن سبيشاليست اند انستراكتور. اشتغلت في عدد من المشاريع في البيم. ما عنديش عربية بس عندي مدونة اللي هي draftsman.wordpress.com. طيب دلوقتي لو احنا قلنا احنا الاوتوكاد اشتغلنا فيه اكتر من 25 سنة، دي اشكال الاوتوكاد زمان. اوتوكاد 12، انا اشتغلت على اوتوكاد 12، حاجة لذيذة اوي، حاجة عدوس وبتاخد وقت كتير على ما تنفذ الاوامر. يعني ما في اوامر كتير دلوقتي مثلا بتختصر وقت، لا هي كان لازم تعملها واحده واحده، وطبعا هو كان ساعتها انجاز. فانت لما اشتغلت على البرنامج دوت 25 سنه وكسب شركات كتيره وكسبها ملايين، ايه اللي يخليها تسيبه؟ لازم تبقى في مشاكل. يعني هي مش مجرد موضه انها حاجه طلعت احسن، ايه طب تعالى نروح هناك. مادام البرنامج بيأدي له غرض خلاص انا ممكن اشتغل عليه. يعني كنا بنشتغل مثلا في البرمجه، مثلا مثال بسيط، كنا بنشتغل على الفيجوال بيزك، طلع فيجوال بيزك دوت نت. اي يلا سيبك من دوت تروح لدوت، لا الموضوع كله بلاقي ميزه حلوه في الفيجوال بيزك دوت نت بره، لو ما لقيتش ميزه حلوه مش هروح. هي دي المختصر. انا دلوقتي شغال على اوتوكاد 2006، جت 2007، هل في ميزه حلوه؟ اه لا، ده والله ده بيوفر وقت وبيعمل خلاص، طب تعالى نروح، ما فيهوش ميزه خلاص. فنفس الفكره، هل الريفت فيه ميزه ولا مجرد موضه ولا عشان منظر قدام صحابي؟ طيب تعال نشوف مشاكل الاوتوكاد تمام. هو اولا البيم زي ما انت شايف اللي انت بتصممه الجزء دوت والجزء دوت، هو ده اللي هيحصل في الواقع ان شاء الله بالظبط تمام. اللي بقى لو العمال كل واحد عايز يحط التاتش بتاعه بقى دي قصه تانيه تمام. كانت في شويه مشاكل بتحصل، لا ده في كذا ريفيجن، ده انا ما كنتش متخيل ان كل ده موجود هنا. ايه ده؟ ايه اللي خلى القلعه جنب البحر؟ الشباك ده ما كانش موجود. كان في صعوبه في العمل الكوردينيشن بين الاقسام المختلفه، وممكن يبقى شغالين كلنا في نفس القسم
معماري وشويه كهرو ميكانيكال، وفجاه ان المعماري مثلا عمل لي غير بقى له 10 شهور وما بيبعتليش الحاجه. تمام، ان انا مش شايف شغله، ان كل واحد مش شايف شغل التاني، فبتحصل غلطات ظريفه زي ديت. هي تلاقي الاسانسير لازم الواحد يجي يوطي بدل ما راسي تخبط السقف. انا دي المفروض ان دي مثلا خاصه بالناس اللي عنده مشكله في رجلي، اصحاب الاراده، فهو عامل زي ميل رهيب جدا. دي مستحيل ليه في الاوتوكاد مش واخد باله، هو بيرسم بس بيقول لي في عندي ميل من هنا لهنا، انما لو شافها في موديل تمام وبكرر على طول ان البيم مش معناه ريفت، لا البيم ممكن تشتغل بيه ريفت، ممكن تشتغل ارشكاد، ممكن تشتغل بيه اوتوكاد اركتشر، يعني في برامج كتير جدا وكلهم برامج ممتازة. تمام، هنا حط كهربا جنب المية، هنا عمود النور سد الجراج خالص، ده الراجل ده هيتعب اوي على ما يوصل يدفع الفلوس. انا دي مثلا معمولة للناس اللي هي أصحاب الإرادة اللي هو معاه كورس متحرك، فبيجي في الآخر بيلاقي سلالم. طب ما أنت كده أفسدت عليه الطريق. تمام، تلاقي مثلا في، وده بيحصل على طول في الدول العربية، يعني بتنزل كده مثلا مصر تلاقي في حتة مخصصة للمشاة والطريق كله غير صالح، في حتة مثلا مخصصة للناس اللي هي أصحاب الإرادة وراكب كرسي متحرك، تلاقي الطريق في حتة صغيرة بس تنفع والباقي كله ما ينفعش. يبقى كأنك ايه مضطرد ان هو يطلع من الفضاء يعدي الحتة دي ويسقط. طب ما انت لازم تخصص له طريق. تمام، طبعا ده دي حواض مية وفيها قاعدة في نفس المكان، ما اعرفش يعني الراجل ده هيعمل كده ازاي. دي ممكن تكون مش غلطة في الاوتوكاد، دي ممكن يكون الراجل بعد شاف المنظر ما عجبهوش والناس بتحدفه بالطوف، فراح قال لك اقفلها احسن. زي احمد حلمي في الف مبروك لما كل شويه يكسروا الشباك، فراجل خدم الاسره وبنى الحيطه. تمام، هنا الاتنين ما كانوش منسقين مع بعض ودي فعلا حصلت. تمام، هو حصل حاجه زيها برضو بين فرنسا وبريطانيا، كل واحد فيهم قال لك هنشتغل ونكمل في النص وفي الاخر لو مشكله زي كده. تمام، طيب هو التو دي والاوتوكاد هل هو وحش؟ لا، هو الفكرة كلها هو كويس جدا في حاجات، بس خلاص احنا في حاجات ظهرت افضل وبتحل لنا المشاكل اللي كانت موجودة. منها مثلا ان انا لما اوري الصورة للعميل مش فاهم هو حاجة، لان هو مش تخصصه. زي ما انا لما اقعد مع دكتور ويقعد بقى يتكلم باللاتيني وانا مش فاهم حاجة خالص، اقول له الله يبارك فيك انت شكلك بتفهم، انما انا مش فاهم حاجة. فبرضه نفس الحاجة لما اوري الدكتور ده الصورة ديت هو مش فاهم حاجة، مش عارف دي سلاحف النينجا ولا ايه، فهيقول له وفي الاخر خالص لما يدخل المبنى ايه ده مش ده اللي انا متصوره، لا هدي الحيطه دي لا. انما لما اوري له سلسله الابعاد هيبدا ايه يفكر معايا ويبدا يصلح والحاجات دي كلها. يعني لما اوري له المنظر بالشكل دوت هيقول لي لا انا عايز مثلا تعمل لي حيطه هنا، انا عايز اول ما واحد يدخل الباب يبقى في مكان مثلا معين، وعايز احط هنا حاجات معينه، لا الغي البلكونه ديت. يعني نبدا نفكر مع بعض ونوصل لكونسبت احنا، هو يريحه ويريحنا كمان. تمام، البيم احنا بس كل اللي احنا عايزينه ان يبقى في تنسيق بين جميع الاقسام، ان المعلومه توصل من الاركتكشر تروح للسيفل انجينير الاستراكشر الام اي بي، في الاخر كله يوصل للاونر بدون اي مشاكل خالص، ان المعلومه السليمه والصحيحه توصل للاشخاص اللي هم محتاجينها في الوقت اللي احنا محتاجينه. تمام، دي بعض الصور للبيم. ده الصمم بالشكل دوت، اتنفذ بالشكل ده، اللي انت بتصممه هو اللي بيتنفذ. تمام، البيلدنج انفورميشن موديلنج بتلاقي في كل الحاجات دي، يعني بتلاقي في دوكيومنتيشن مش مفصل مثلا في ملف وورد ولا اكسل ولا خالص، بلاقي في الحاجات اللي تخدم بالاوبريشن، بلاقي في الحاجات اللي هي ال2 دي زي الاوتوكاد، بلاقي ال 3 دي، بلاقي ال 4 دي ان انا اربطه بالزمن، بلاقي ال 5 دي ان انا اربط المبنى بالتكلفة. تمام، دي بعض السوفت وير في البيم.
سمارت بيم، الاي اس، السيفل 3 دي ده لو انت تشتغل الموقع، الريفت ستراكشر. طبعا ما دام شغلت بريف ستراكشر لازم تقدر يبقى عندك امكانيه ان انت تصدر للاستاد، تقدر تصدر للتابس، تقدر تصدر للروبوت، عرفت ام اي بي. تمام، الاركيد برنامج محترم جدا، في برامج كتيرة. 3 دي ماكس مش تبع برامج البيم، بس بعد ما بخلص الموديل بحب اطلعه بشكل حلو، فلما دخله على 3 دي ماكس وده برنامج قوي جدا ومعروف، لما دخل على سينما 4 دي وهو زي 3 دي ماكس واسهل في التعلم. يعني لو 3 دي ماكس هياخد منك 3 شهور، سينما 4 دي هياخد منك شهر واحد. بلاقي عند برنامج البلندر ده مستر ان هو ببلاش، او ببلاش كتر منه، بلاش تماما، ما بتدفعش اي ترخيص ولا حاجه خالص، وهو اوبن سورس. في ناس بتفضل اليومن لان هو سهل جدا، متخصص الحاجات المعماريه، وتقريبا بتحط المبنى تلاقي كل حاجة اتعملت فيه، ما بتضطرش ان انت تقضي كذا يوم عشان تظبط الشكل، لا ده هو في ساعتها بيعمل الشكل. تمام، يعني في برامج بيم نفس وركس ده بيربط الموديل اللي انا عملته في اي برامج من البرامج 3D، سواء عملته في الريفت، سواء عملته في الارشكال، سواء عملته في برامج بنتلي، وبعد كده هو بيربطه بالجدول الزمني اللي ممكن تكون عامله على البريمافيرا او ام اس بروجكت. طيب البيم لا بلا فيه ايه؟ بلا فيه اللوح دي اللي موجوده في الاوتوكاد، يعني جزء الدرونج ده اللي موجود في الاوتوكاد. الاسكادولا كنا بنعملها على الاكسل، لا بلا في قلب البيم، لان البيم مش مجرد ان اعمل نموذج 3 دي، لا ده انا بعمل نموذج 3 دي انا تعبت فيه، فبدل ما ارميه لا ده انا بربطه بالزمن، بربطه بالتكلفه، بسلمه للعميل بعد ما خلص الشغل، يبدأ يبقى معاه موديل وهو قاعد في مكانه، يعرف كل مشكلة موجودة فين. يعني أول ما جهاز التكييف يتعطل، بدل ما العميل يجي ويقعد يشم ويقول من الحمار، لا هو على طول يظهر قدامي في الأوضة الفلانية فيها مشكلة في التكييف، فبعت عمل الصيانة يصلحها ساعتها. الفيزواليزيشن بتاعه كويس، كل النوتس اللي أنا عايزها بتبقى موجودة، الشيتات موجودة، الداتا موديل، كل داتا موديل اللي أنا محتاجها ألاقيها في البيم. تمام، البيم بيرتبط بالاركتكشر المعماري والانشائي وكل الحاجات ديت. تمام، الاول كان النقطة، وبعد كده بعد فترة مجموعة النقط دي اتجمعوا مع بعض وعملوا لاين، بعد كده كذا لاين اتجمعوا وعمل لي مربع، بعد كده كذا مربع كون المكعب، بعد كده بدأ يتكون لي الاشكال ديت. تمام، فده التطور، زي موضوع كان الاول بشغل يدوي، بعد كده اوتوكاد، بعد كده بقى ريفت. في الاول كان 1 دي، يعني ايه 1 دي؟ يعني انا ماسك الرمح بهزه وبحدفه. تمام، فده كان عندي ايه اكس بس، بعد كده تطور الوضع وبقى عندي اكس وواي، بقى اتعلمنا الزراعة. تمام، بعد كده اتعلمنا 3 دي اللي هي الاكس والواي والزد. تمام، بعد كده بقى في بقى بسرعه بقى ال4 دي وال5 دي وال6 دي، الحق قبل ما يطلع لك بقى ال10 دي وال11 وال12 الحق. تمام، ال 3 دي موديل لو انا حطيت عليه سكادولات او مش هيبقى 4 دي، هيبقى برضه 3 موديل بس هيبقى سمارت. 4 دي خلاص احنا اتفقنا ان هو ال4 دي المقصود بيه ان انا اضيف عليه الزمن، ماشي. ال5 دي بضيف التكلفة بالظبط، يعني ايه مش مجرد اقول العمود ده هيكلفني مثلا كذا، لا، او الباب ده بيتباع بكذا، لا انا عايز اعرف الباب وكم مسمار يحتاجه. ده كانت اغنية اسمها كم مسمار يحتاجه دي، والعامل هياخد قد ايه، ولو في مقاول مواطن هيبقى قد ايه، عايز اعرف هيكلفني كام بالظبط. مش هروح مفترض ان هو هيكلفني 100 جنيه واروح ضارب 1.2، لا انا عايز كام بالظبط هيكلف الباب، ماشي. دي برامج البرامج. تمام، دورة حياة المشروع سيركل، ندخل بقى ايه في الحاجات اللي احنا عايزينها. اكبر المشاريع موجودة في الميدل ايست، في الشرق الاوسط، زي مثلا برج دبي، زي تلاقي بقى أكبر مدينة جامعية، أكبر مستشفى، أكبر حياة موجودة فعلا في
بلاش الميدل ايست، خلينا نتكلم في الوطن العربي عشان نخرج اسرائيل من القصة. تمام، احنا ما كناش هنقدر نستخدم اكبر مشاريع او اطول مشاريع من غير البيم، يعني بالكاد بالكاد نقدر، يعني بالكاد نبني بيت عمارة، يعني حاجة صغيرة، انما المشاريع الكبيرة دي لازم كانت تبقى بيم، بالذات انها يونيك، حاجة فريدة من نوعها. ف ما فيش خبرة سابقة في ان احنا عملنا برج دبي ده 20 مرة قبل كده، فبيبقى لازم اعمل موديل واعمل محاكاة ليه واعرف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل ليها واتجنبها. يعني برج العرب وهما بيعملوه قال لك المايه ممكن تغرقه، فعمل كذا موديل وشافوا ايه اللي ممكن يحصل له وبدأوا يعالجوا ويجدوا حلول عبقرية على اساس ان المبنى يصمد في مكانه. تمام، فده بالنسبة للسبلاي تشين. انا عندي حاجات كتير هتيجي، فلازم ابقى عامل موديل مظبوط، ولازم ابقى عارف كل دور هيتبني امتى وكل دور هيجي دوره امتى، فببقى مرتب. مثلا انا النهارده هبدا اشتغل في الحاجات الانشائيه، فمحتاج اسمنت وخرسانه وحديد يجيولي في اليوم الفلاني، فما تجيليش حاجات قبليها باسبوعين ثلاثه وتبوظ في مكانها في المخازن، ومش عايز الاقي تعرضات فجاه بالتعرضات في اليوم دوت، فالحاجات تتركن في المخازن فترة طويلة. تمام، ده مشروع موجود في قطر، قطر ناشونال كونفرزيشن سنتر. تمام، ده في السعودية أكبر جامعة للنساء. دي المشروع ده في الدوحة اللي هي الأبراج بتاعت الدوحة. المبنى دوت من البان اللي واخدة جرين بيلدينج، ده أعلى جرين بيلدينج في الميدل إيست. هنا هتلاقي الشيراتون. تمام، محتاجين ان احنا ده المشروع ده موجود في الامارات، فاحنا محتاجين تبقى معانا معلومات دقيقة ونموذج للمبنى وكل حاجة تنفذ امتى، ونتجنب المخاطر المفاجئة، وبقى عندي سيطرة على التكلفة وعندي سيطرة على الاسكادولات. كأنك بنيت المبنى ده مش مرة واحدة، بنيته 100 مرة، عارف كل حاجة هتحصل امتى وعايزينها في الوقت الحقيقي، ويبقى المعلومات متوفرة لكل الناس. تمام، ونحاول نقلل التكلفة. انت التكلفة دي اولا كل يوم تأخير ده في تكلفة، فلما اكون حليت كل المشاكل اللي بتطول فترة المشروع واللي بتعملها لك كتير، ده هيسهل عليك كتير قوي. وموضوع الهالك دوت هيأثر على السبلاي تشين، بعد ما اطلب الحاجة وانفذها الاقيها غلط فاضطر اكسرها عشان ابنيها تاني. لا، احنا عايزينها ايه من اول مرة. انا بيقول لك البيم مصطلح جه الموقع عشان يفضل. نعم، ده مبنى كنت عملت الموديل بتاعه اسمه كهرباء تاور. تمام، ده الفور دي بلاننج اند سكادول، كنت حطيت اظن الفيديو مش موجود. تمام، كنت حطيت ربط بالموديل مع الجدول الزمني المشروع بروبافير. ده الفايف دي اند كوست، ده زي ما احنا قلنا بيجيب لي التكلفة بالظبط كل حاجة، فبعرف الحاجة تيجي امتى، وبربط ده بالموردين بحيث ابقى اقول له في اليوم الفلاني انا احتاج كذا، فلازم ابقى اتصل بالمورد يجيبها لي في اليوم الفلاني بحيث انها توصل الموقع في اليوم العلاني، فبعرف ان انا هطلب الحاجه ديت وابقى محتاجها. دي محاضره كنت انا اديتها في الكونت كوف. ماشي، ملخص الموضوع، البيم يعني فلوس، توفير للفلوس، توفير للوقت، والوقت معناه فلوس. ميزة حلوة جدا للشركة انها تبقى فيها بيم، مش مهم السوفت وير، المهم البيم. يعني ممكن واحد يشتغل اوتوكاد ارتكشر، ليه؟ هو شايف ان ده اسهل. تمام، فاللي تكسب بيلعب بيه. تمام، وعبيله واديله والحاجات دي كلها، المهم ان انت تطلع موديل كويس تقدر تنافس بيه، يوفر لك كل المعلومات اللي انت عايزها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.